يعني زهق الله من الغلا، كل الغلا بهله سكن، يا حظ منه به سكن واحضنته بحب وغلا. نوله عليها من الولا ونبتي عليها من الشجن، ليت الليالي لو يجان في كيف من عنده ولا. منذ بضع سنوات ليتغير اسم المهرجان من مهرجان عنيزة الشتوي إلى مهرجان الغضا، وليضرب المهرجان بجذوره في مجال السياحة والمهرجانات، ويثمر إبداعا وعملا متميزا على مدار السنوات اللاحقة. وعندما تولت شركة رام الشمسان مسؤولية تشغيل المهرجان في العام السابق، لتتوج تعاونها الدائم وشراكتها الاستراتيجية مع بلدية محافظة عنيزة، ثم تم وضع خطة شاملة لإنشاء وتشغيل قرية الغضا التراثية، والتي بلغت ميزانية إنشائها وتشغيلها من قبل الشركة أكثر من 3 مليون ريال في المرحلة الأولى فقط. وقد تشرفنا بعد وضع خطة متكاملة لتطوير موقع المهرجان بزيارة سموكم الكريم في شهر ذي الحجة الماضي، حيث حظينا بتوجيهاتكم وبدعمكم لفريق العمل لننطلق في تنفيذ ما نطمح إليه. فقد قامت بلدية محافظة عنيزة بأعمال البنية التحتية بموقع المهرجان بما فيها تجهيز الممرات ومواقف السيارات والسياج العازل وإضاءة المواقع، ثم قامت الشركة بتعيين طاقم أمني من قبل الشركة وتجهيز بوابات الدخول والخروج، ثم تخصيص مواقع اللجان الأمنية. ونسعد دائما باستقبال كبار الزوار والمسؤولين في خيمة الضيافة في قرية الغضا التراثية للترحيب بضيوفنا الكرام في أجواء الغضا الساحرة. ولهواة التسوق جاءت فكرة سوق الغضا الشعبي على مساحة 1600 متر وبإجمالي 8 محلا على الطراز الشعبي القديم. ولم يقف مفهوم التسوق لدينا على المحلات فقط، وإنما جاءت إضافة أركان خاصة على جنبات السوق، وهي استوديو الغضا وركن السيارات القديمة والمقهى الشعبي ومنطقة ألعاب الأطفال. ولا ينتهي اهتمامنا بالطفل عند هذا الحد، فهناك مسرح مفتوح للطفل يقدم فعالياته الترفيهية والتربوية يوميا بالمجان لأبنائنا الصغار. وللعائلات التي ترغب بالاستمتاع بأجواء الغضاء الشتوية تم تجهيز خيام لجلسات العوائل بأكثر من 30 خيمة، متوفر بها الخدمات الأساسية التي يحتاجها الزائر بصحبة أسرته. كما تم تجهيز مركز استعلامات بالقرية لتزويد الزائر بما يحتاجه من معلومات، وللتزويد الإعلاميين بالمعلومات والأخبار وإجراء المقابلات.
الصحفية تم تجهيز مركز إعلامي لاستقبال وفود الإعلامية بالقيلة. صاحب السمو، استمرارا لمبدأ الحفاظ على الموروث الثقافي والشعبي الذي نعتز به، فقد نبتت مزرعة الغابة التراثية لتقدم للزائر صورة حية للفلاح القديم في معيشته وعمله. أما فيما يخص الحرف الشعبية والتجارة القديمة، أنشأنا لها القرية الشعبية بما تشمله من حراج ومحلات الحرف والمهنة القديمة ونموذج للمسجد القديم وغيرها من التفاصيل التي تعود لأصالة ورونق الماضي. ولا يخلي موروثنا التراثي من التسلية والترفيه، لذا تم تخصيص ساحة الألعاب الشعبية مفتوحة لجميع الزوار بصورة يومية. ومع هذه الخدمات المتكاملة نطمح لرؤية تطويرية أفضل للموقع تشمل تشغيله على مدار العام وليس وقت المهرجان. نستأذن سموكم على إكماله في المراحل الشتوية. فالموقع بطبيعته جاذب للزوار، حيث نلاحظ زيارات زادت في عدد الزوار من عام إلى عام بنسبة لا تقل عن 26% زيادة سنوية، وبمتوسط لا يقل عن 7000 زائر يوميا. كما أن قرية الغضا قدمت فرصة عمل لما يزيد عن أكثر من 300 شخص، أغلبهم من الشباب بين عاملين ومشاركين وعارضين وأسر منتجة ولجان منظمة لتحقيق الاستفادة القصوى من طاقاتهم واستثماراتها في تنمية السياحة في محافظة عنيزة. صاحب السمو، عندما نتحدث عن تنمية السياحة بعنيزة فإننا لا ننسى كل من شاركنا الحلم والجهد لإنجاز هذا العمل في مرحلته الأولى، فكل الشكر لجميع الجهات المعنية وعلى رأسها بلدية محافظة عنيزة والهيئة العامة للسياحة والآثار منطقة القصيم ولجنة التنمية السياحية محافظة عنيزة، وكل الشكر والتقدير لجميع رعاة المهرجان. وختاما أود أن أقول أن فريق العمل بشركة راما الشمسان لم ينسى ولم توجيهات سموكم وكلماتكم التشجيعية، وإن كان نصيب من نجاح فهو بفضل الله ثم ما قدمته لنا الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، وما قدمتموه جميعا لنا، حيث أصبحنا نشعر ونرى دائما أنفسنا فريق عمل واحد يعمل لخدمة هذا الوطن. فظللنا بذلك نترقب كل فرصة لنتقدم عملنا كهدية للسياحة لوطننا الغالي. أدام الله عز الوطن وعزكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو، نستأذن سموكم الكريم بتكريم الجهات الراعية لمهرجان الغضا في نسخته الحالية. بلدية محافظة عنيزة الداعم الرسمي. الهيئة العامة للسياحة والآثار الداعم الرئيسي. البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية برنامج بارع. التميمي راعي ذهبي. صحيفة سبق شريك إلكتروني. صحيفة الوسيلة راعي ماسي. الأستاذ فارس من توابع تيبي راعي ذهبي. شاليهات الرايدة راعي ضيافة. فندق عنيزة راعي ضيافة. مطاعم الضباب راعي ضيافة. إذاعة الرياض راعي إذاعي. قناة القصيم الفضائية راعي فضائي. قناة المرقاب راعي فضائي. قناة الرياضية زمان راعي فضائي. منتدى شباب عنيزة راعي إلكتروني. صحيفة القصيم نيوز الإلكترونية راعي إلكتروني. منتدى بريدة راعي إلكتروني. منتدى وصحيفة أهالي المذنب راعي إلكتروني. منتدى الرس إكس بي راعي إلكتروني.
مديرية الزراعة بعنيزة راعي مشارك، الغرفة التجارية بعنيزة راعي مشارك، مؤسسة الحاجب السياحية منظم فعاليات الشباب، سعادة الأستاذ يوسف وهيد الأمين السابق للجنة التنمية السياحية بمحافظة عنيزة، اللجان الأمنية، شكر وتقدير للأستاذ إبراهيم الحمدان، نستأذنكم بكلمة حول المهرجان سمو الأمير. أولا أنا أحمد الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لهذه البلاد من يخطط ويعمل ليأخذ بيدها إلى الرقي والمستوى العالي، وهي قيادتنا الحكيمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين سمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني. لا شك أنه هذا المساء الذي تواجدنا فيه في هذا الموقع الجميل، وأنا الحقيقة أهنئ الزملاء على اختيار هذا المكان، لأني رأيت فيه الحقيقة علامات بارزة تدل على حسن الاختيار، وموقع تتجلى فيه حسن الطبيعة وجمالها، ولا شك أنه أي إضافات ستكون جميلة بإذن الله، خاصة من أناس ذوي اختصاص. فأنا أتمنى أن تتاح لي الفرصة أزور مرة أخرى أيضا بدون شكل رسمي، لكي أستمتع الحقيقة بما بذل فيه من جهد وبما يضف المكان ويحف به من جميع جهاته طبيعة خلاقة وجميلة. لا شك أن الجهد اللي بذل من الأخوان جميعا في هذا المكان يحتاجون إلى شكر وتقدير لهم. هم ليسوا في حاجة دائما لهذا، ولكن نقولها من باب التشجيع، وإذا سمعوها منا فنحن ندلل على قبول هذا العمل الجيد والمناسب والرائع. فلا شك أنه عمل الجميع الحقيقة كانوا متناسقين مع بعضهم البعض، أنتجوا عمل جيد وأوجدوا أرضية جيدة لمشروع سيكون إن شاء الله في المستقبل على أحسن ما يرام، وسيكون علامة بارزة في السياحة والنشاط السياحي الشتوي أيضا والربيعي في هذه المنطقة. والله الحقيقة شيء جميل اللي شفناه وشاهدناه واللي قرأناه واللي استمعنا إليه من الزملاء في لجنة التنمية السياحية في المحافظة. أنا أعتقد أنه أمر يسر، وتواجد للجميع بشكل متناغم يدل على حسن العمل وإتقانه وجودته. الشيء اللي أنا أحب أركز عليه الحقيقة أنه هناك تنسيق جيد، هناك تفاهم جيد، هناك روح موجودة بين الجميع تجلت الحقيقة في كثير من المعطيات على أرض الواقع. إذا أسسنا لهذا الأمر فإننا نؤسس علما لأبنائنا وخدمة لهم ليعرفوا ماضينا وليستطيعوا أن يواكبوا في المستقبل بشكل جيد. لا شك هذه الأمور ما أتت من فراغ، هي أتت من جهد وتخطيط سليم من لجنة السياحة في التنمية السياحية في المحافظة، ولتوصيات اللجنة مجلس السياحة في المنطقة. أعتقد أنه هذه التكامل بين الجميع أوجد لنا بشكل جيد هذه الأرضية الجيدة من هذا المشروع. أنا أثني في الواقع على جهود زملائي في الإدارات الحكومية، سواء في المحافظة أو سواء في بلدية المحافظة أو سواء في القطاع الخاص. القطاع الخاص تجلى في شركة راما لعبد الله الشمسان، الذي فعلا كان رجل أنا أعتبره من رجال السياحة وأعمدتها في المملكة، لأني سمعت عن أعماله وشاهدت بعض أعماله في مواقع كثيرة. تواجده في المنطقة هنا أو بداية يعمل في هذا المجال، أنا أعتقد أنه أوجد عمل احترافي جيد ومفيد للمواطن قبل أن يكون مفيد له هو. هو يقدم خدمة اجتماعية بلا شك، هذه الخدمة تتجلى فيما يعطيه ويقدمه، ولا بد أنه ينشد الخدمة الاجتماعية بشكلها الواضح والسليم،
حبا منه في هذه البلاد وحبا منه لوطنه المملكة العربية السعودية ككل، وتواجده في منطقة القصيم وفي محافظة عنيزة بالذات أعتقد له مدلول كبير على الأمر الذي يجسده ويقدمه لكل من يعمل معه. دائما الرجل تحس أنه يعمل باحترافية، يعمل بصدق، يعمل بأمانة، ويعمل أيضا بتخطيط سليم. هذه كلها لابد أن توجد يعني منتج جيد. وجود أيضا بلدية المحافظة معه أعتقد أنه أعطاه دفع قوي لتهيئة مشروعه بشكل جيد اللي هي قرية الغضا. لا شك أن زميلي رئيس البلدية أعتقد المهندس عبد العزيز له دور كبير في هذا المجال ومتابعة دقيقة واضحة. لا ننسى في نفس الوقت المحافظة والمحافظ الآن، ولو أني أهنيه الآن على تعيينه رسميا محافظا لعنيزة، انتهز هذه الفرصة لأقول أن كسبنا الآن رجل احترافي له عمله وله تطلعاته الجيدة نحو المستقبل بشكل واضح، وله تعاونه الجم مع جميع الأجهزة الحكومية. هناك أجهزة أمنية وهناك أجهزة خدمية تعمل في الموقع وتعمل في المكان ككل وتعمل في المحافظة، الانسجام بينها واضح. الموقع الذي زرناه اليوم الحقيقة اللي وزارة الزراعة الموجود في قرية الغضاء أعتقد أنه يؤدي إلى ركن علمي جيد. لا شك أنه هذا الركن سينتج عنه أمور هامة في المستقبل بإذن الله، توضح كثير من الأمور وتؤسس لكثير من المنهج المستقبلي الجيد. والله الآن يعني محافظة عنيزة أخذوا كل الألقاب الحقيقة كل التعابير وكل ما أوجدناه من رؤى وأفكار خذوها بشكل جيد، وأعتقد أنهم يستحقونها. فأنا أقول هم المستحقين دائما مثل هذا الدور ومستحقين لهذه الأمور كلها يعني. شكرا لكم، وأتمنى إن شاء الله أن تقضي الأسر والعوائل وجميع من يرتاد هذا المكان بشكل جيد في عملهم وما يتواجدون فيه لقضاء أفضل الأوقات. تساندهم كثير من الأجهزة الحكومية، وأؤكد على دور القطاع الأمني بكافة وسائله أن يقوم بدورهم كامل ليهيئوا لهم الراحة الكاملة، وأيضا الزملاء في هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر الذين يؤدون دورهم بشكل واضح لهم تقدير وشكر جيد. هم يحفظون لنا مسيرة جيدة وواضحة على منهجنا الواضح العريق، وكذلك الأمن يؤسس إلى إيجاد المكان الآمن والركن الآمن لكل من يرتاد هذا المكان، وجميع الأجهزة الخدمية لها الشكر والتقدير على أعمالها إن شاء الله. شكرا لكم. عنيزة أغلى من الغلا، كل الغلا بهله سكن، يا حظ منه به سكن. أعزائي المشاهدين، معنا في هذه اللحظات سعادة محافظ محافظة عنيزة، مساك الله بالخير. طال عمرك. مسيت برضه العافية، حياكم الله قناة المرقاب في قرية الغضا لهذا العام 1435 في محافظة عنيزة. سعادة المحافظ، بعد هذا النجاح وبعد هذه الكلمة الضافية من سمو أمير منطقة القصيم، ما تعليقك؟ حقيقة لا أعلق بعدما علق أو تكلم صاحب السمو الملك الأمير فيصل بندر بن عبد العزيز. هو حقيقة سموه الداعم القوي لجميع المناشط في المنطقة، ودائما ما يشجع الجميع ويحثه على تطوير هذه الصناعة، صناعة السياحة. ونحن نجتهد مع سمو الأمير ونتعلم منه الكثير، وإن شاء الله جميع ما ذكره من إشادة وثناء هذه وسام نسعى إن شاء الله إلى تحقيق المزيد من وراءه. سعادة المحافظ، ما رأيته اليوم من جهود الأخوان ومن الشركة المنظمة، كم من الوقت استغرق؟ الحمد لله، الفكرة كانت من العام الماضي، العام 1433، أننا ننتقل لهذا المكان. وبعد موافقة مقام سيدي صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز على الانتقال، بادرنا بالعمل
عرضنا على سموه المخططات وأطلق العمل في هذا الموقع. وحقيقة أنا لا أشكر من عمل فقط، ولكن ما وجد في هذا اليوم من إعلام ومثقفين لنقل ما وصلنا إليه في محافظة عنيزة في هذا المهرجان، هذا هو الشيء اللي يحمس ويشجع الفريق العمل اللي أنا وزملائي العاملين نعمل فيه في هذا الموقع. سعادة المحافظ، هنأك الأمير تهنئتين، التهنئة الأولى لنجاح المهرجان، والتهنئة الثانية لتعيينك رسميا محافظا لمحافظة عنيزة. نحن بدورنا في قناة المرقاب نقول لك نهنئك بالتهنئة الأولى ونهنئك بالتهنئة الثانية. شكرا لكم، وسمو الأمير دائما هو الداعم الأساسي لكل عمل في المحافظات، ولله الحمد هو شجع ونحن نعمل. شكرا لك. يعني زهق الله من الغلا، كل الغلا بهله سكن، يا حظ منه بهسكن.